ولكن يجب أن تعلم أن هناك لكل جمهور النادي الأهلي طبعاً أنا بقول هذا الكلام، عارفين ليه؟ لأن جمهور النادي الأهلي بيفكر واعي وبيفكر، زعلان على فريقه لكن في نفس الوقت أكيد في حاجة حصلت. إيه اللي بيحصل؟ هي ليه اللعيبة مش قادرة؟ هي ليه اللعيبة؟ هل المدرب ده له دور؟ هل المدرب السابق له دور؟ هل ده نفهم مع بعض ونتكلم مع بعض؟ ده دايماً دورنا. إحنا عمرنا ما بنبقى مش شايفين الواقع، بنبقى شايفينه كويس جدا، ولكن دورنا ان احنا نوري حضرتك ايه اللي حصل. وانا لما باجي اتكلم مع حضراتكم بتكلم بارقام، مش بتكلم كلام وخلاص. تخيل حضرتك ان معظم لاعبو النادي الاهلي اللي لعبوا المباراه امبارح من بعد نهايه كورونا وحتى الان سنتين متواصلين من شهر 7/2020 وحتى شهر 7/2022 النادي الأهلي لعب كم مباراة؟ النادي الأهلي لعب كم مباراة؟ تقريبا 150 مباراة بواقع 121 للنادي الأهلي و29 مباراة دولية للمنتخب. ليه بقول منتخب؟ لأنه 7-8 لعيبة النادي الأهلي بيبقوا موجودين مع المنتخب، وبالتالي عدد المباريات. دوري ممتاز 2020 17 مباراة، دوري ممتاز 2021 34 مباراة، الدوري الممتاز السنة دي 23 مباراة، كأس مصر مبارتين، كأس مصر الثاني 4 مباريات، كأس مصر الثالث مباراة واحدة. كمل. كأس عالم للأندية 6 مباريات، السوبر المحلي مباراة واحدة، السوبر الافريقي مباراتين، دوري ابطال افريقيا 29 مباراه، كاس الرابطه 5 مباريات، مباريات اللاعبين الدوليين مع المنتخب 29 مباراه. الكلام ده انا بقوله ازاي او بقوله ليه؟ هل بقوله عشان ادافع؟ انا ما بقولوش عشان ادافع، انا بقوله لحضرتك. انا زي حضرتك بالظبط. امبارح كنت قاعد حمود، كنت يعني مش عايز اقول لحضرتك انا كنت قاعد ازاي امبارح، مش انا لوحدي، كل جمهور النادي الاهلي، لان انا لما بقعد في وسط الاهلاويه بيحكوا يتكلموا معايا. اتكلموا معايا. هو ليه النادي الاهلي كده؟ قعدت افكر وكل شويه، طب ليه محمد مجدي قفشه في مباراه فيوتشر كان كده وفي مباراه امبارح ما كانش كده؟ طيب ليه كذا كان في مباراه فيوتشر اي اسم من الاسماء وفي مباراه امبارح ما كانش كده؟ لانه مفيش لعيب في العالم، وانا على الهواء مباشره بتحدى اي حد ان هو يتكلم معايا ويقول لي اسلام لا انت بتتكلم اي كلام، انت بتهجس، انت بتقول اي كلام عشان تدافع عن اللاعبين. انا ما بدافعش عن اللاعبين بالمناسبه، انا طالع اقول ارقام. تخيل حضرتك ان احنا رجعنا في شهر 7 نلعب، من اول 7 لغايه دلوقتي مفيش يوم اجازه خدوا لعيبه النادي الاهلي. 27 من 27 انا اسف. رجعنا دوري وابطال افريقيا وسوبر وكذا، اقعد بقى اقول زي ما انت عايز. لكن انا برضو النقطه اللي بالنسبه لي اللي عايز اتكلم فيها، يعني ايه ان انا العب 75 مباراه وفي بعض الاحيان بعض اللاعبين وصلوا لاكثر من كده. فبالتالي أنا بتكلم على الشكل العام، إن معظم هؤلاء اللاعبين تعرضوا لحملة كبيرة جدا جدا من الإجهاد. هل ده ينفي الأداء السيء امبارح؟ لا، لا ينفي. أنا بس بتكلم أهو علشان ما حدش يقول لك أصل الإسلام طالع يبرر ويدافع. أنا ولا طالع أبرر ولا طالع دافع، لأنه لو أنا قلت إن الأداء كان كويس امبارح ما حدش هيصدقني. لو انا قلت ان الاداء كان ان امبارح الفرقه كانت عاليه قوي وبيراميدز كسبنا كده، لا، بيراميدز يستحق ان هو يفوز امبارح. من داخل قناه النادي الاهلي اهو بقول بيراميدز كان يستحق ان يفوز امبارح، على الرغم من الاخطاء التحكيم واللي هتكلم فيها بالمناسبه برضو عشان ما حدش يقول لي. لكن لا، بيراميدز كان اقرب او هو يستحق ان هو يفوز في مباراه امبارح. خلينا على ده، خليه دايما العنوان الرئيسي لينا، ان احنا ما كناش كويسين وبالتالي ادينا فرصه لفريق المنافس ان هو يقدر يكسبنا
ويعمل بقى ويعمل الشويتين اللي هم بيتعملوا اليومين من امبارح للنهارده. ما عنديش مشكله، حق كل واحد ان هو يقول اللي انا اللي هو عايزه. وانا وحشين، انا عمري ما هقول ان احنا كويسين، لان انا بحترم جمهوري. ولو انا طلعت قلت ان الناس دي كويسه، لعيبه الاهلي امبارح كويسين، يبقى انا غلطان. ولكن في نفس الوقت يجب ان اضع امام حضرتك ان الاهلي، النادي الاهلي لعب 121 مباراه زائد 29 مباراه، انا بتكلم بس تحديدا اهو 121 مباراه، دوري قديم ودوري جديد وكذا وكذا، كل المباريات دي 121 مباراه في اقل من سنتين. خلي بال حضرتك، بمعنى ان انا بلعب تقريبا 75 مباراه كل موسم. طيب مين اقرب نادي لعب زي النادي الاهلي؟ هتقول لي نادي الزمالك؟ هقول لك لا، ما ينفعش اتكلم عن نادي الزمالك. هتقول لي نادي المصري؟ هقول لك لا، ما ينفعش اتكلم عن نادي المصري. عارفين ليه؟ لانهم لم يصلوا الى 50 مباراه في الموسم الواحد. الانديه اللي بتلعب في افريقيا، عشان ما اتكلمش على انديه نادي واحد، لكن كل الانديه اللي لعبت في افريقيا اقربهم نادي الزمالك، صح؟ خرج من المجموعات في سنتين. انا مكمل لحد النهائي، انا لعبت مباراه كاس عالم، انا لعبت سوبر افريقي، انا لعبت بقيه المباريات في 6 كاس عالم للانديه، 2 سوبر افريقي، 6 و2 8. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو خلينا نقولهم مع بعض على الهوا. 5 دوري ابطال افريقيا اللي ما حدش كمل فيهم، و5 تاني الناحيه الثانيه، ادي 10، و6 كاس عالم للانديه، ادي 16، و2 سوبر افريقي، ادي 18، قول 20 مباراه، و2 سوبر محلي، ونهائي كاس مصر. اقعد احسب بقى زي ما تحسب. يعني النادي اللي بعديه، وانا ما بعيبش في حد، انا بتكلم عن ارقام حصلت بالفعل. النادي اللي بعديه لعبته لعبوا بالكتير قوي 50 مباراه، 54 مباراه. طيب هل لك ان تتخيل، خلينا بره مصر، خلينا نطلع للناس اللي بنقعد نتفرج عليهم، دي اوروبا. مش حضراتكم بتتفرجوا على اوروبا وانا بتفرج على اوروبا؟ كلنا. طيب في اوروبا ايه اللي حصل؟ اكتر حد لعب مباريات وصل لكام؟ 60، 61، من 60 ل 64 مباراه في الموسم. من 60 ل 64 مباراه في الموسم، محدش وصل ل 75 دي ابدا. طيب انا عندي كام لعيب داخل النادي الاهلي وصل لل 75 مباراه؟ احسب بقى مين لعب في المنتخب، اقعد احسب. هتلاقي ان 90% من اللعيبه اللي ما زالت مكمله وبتلعب مع النادي الاهلي حتى الان عملت كده، لعبت ال 75 مباراه. والمحترفين بيلعبوا مع منتخباتهم. طيب هل ده مره تانية وثالثه وعشرة ومليون، هل ده يعفي اللاعبين من المنظر اللي احنا شفناه امبارح؟ لا، بقول لحضرتك والله العظيم بجد، انا لاول مره في تاريخ حياتي وانا مشجع للنادي الاهلي، كمشجع، انا ما بتكلمش بقى كاي حاجه، كمشجع، ابقى قاعد ومتاكد ان انا هتغلب. كنت متاكد في اخر 10 دقائق، لا ما عنديش اي امل ان احنا ممكن نروح، احنا ما رحناش للجون اساسا لاسباب كتيره جدا فنيه نقدر نتكلم فيها ونقول عليها كذا كذا كذا.